ونحييكم بهذا الانطلاق والتحدي المثير في هذا اليوم 22 من شهر يناير لعام 2015 في السنة الميلادية في يوم الخميس. تويوتا لاند كروزر بيك أب هي جائزة المركز الأول. الشوط الخامس عشر الذي ينطلق وأعلنت انطلاقته قبل لحظات. يا سلام، نحن في طريقنا إلى المركز الأول ومقدمة الشوط. مشاهدينا الأعزاء، نأخذ المركز الأول ومقدمة الشوط. هنا هذه مختارة لعلي بن عبيد بن عبد الله العامري في مقدمة الشوط. نأخذ المركز الثاني اللي انتقلت إلى المركز الثاني، وهذه الحذرة، الحذرة اللي قادمة بشعار سليمان بن سلامة بن سليمان الجهني، قادم شعار بارود المنطلق في هذه اللحظات في صباح هذا اليوم. يا سلام، نأخذ المركز اللي اختطفت المركز الأول وبدورها انتزعت مقدمة الشوط. هذه هي اللي هي مصيحة، أو هذه منحاف لبدر بن سيف بن سالم الشبيبي في مقدمة الشوط. المركز الثاني اللي وصلت على المركز الثاني، هذه هي مصيحة أو مختارة لعلي بن عبيد بن عبد الله العامري. المركز الثالث وصلت السعفة لعبد الهادي بن علي البريدي المري. وفي المركز الرابع، يا سلام، هذه دمعة، دمعة فرح بالفعل، دمعة النواميس، وهذه دمعة محمد بن جعفر بن مرخاد الاكتبي. يا سلام، شوفوا اللي تدخلت وتسللت بدورها من الجانب الآخر، وهذا هو التسلل المسموح لدينا في هذه الرياضة. وهذه صعايب ناصر بن سعيد بن محسن الفلاحي هنا من الجانب الآخر، بينما اللي تتسلل أيضا هذه هي اللي وصلت في هذه اللحظات الحذرة، الحذرة اللي وصلت على المركز الخامس. ومرحبا بها، ومرحبا بمالكها سليمان بن سلامة بن سليمان الجهني اللي قادم في هذه اللحظات. ركز يا أبو حماد، يا سلام، ركز هناك، هناك مع هذا التحدي الكبير. يا سلام، مع 6 كيلومترات في هذا الصباح الجميل، من هنا من أرضية ميدان التحدي في سباق كبير في مهرجان، مهرجان سمي باسم غالي، مهرجان الأمير الوالد في أرضية ميدان التحدي، ميدان الشحانية. نعود إلى مقدمة الشوط وفي هذه التحديات. هذه مقدمة الشوط، وهذه منحاف، منحاف لبدر بن سيف بن سالم الشبيبي في مقدمة الشوط. هنا من ضيف عاني من سلطنة عمان، قادم لهذه المشاركة. المركز الثاني، وهذه هي مختارة من يختارها العامري في هذا الشوط لجلب ناموس في صباح هذا اليوم لأهالي العين، مختارة لعلي بن عبيد بن عبد الله العامري. ناخذ المركز الثالث، وهذه المنطلقة، وهذه هي السعفة، ومن ميدان الشحانية هنا تشارك على أرضية الميدان عبد الهادي بن علي البريدي المري. من الجانب الآخر شعار الفلاحي يتقدم في هذه اللحظات، وهي الصعايب اللي قادمة في وقت الصعايب لناصر بن سعيد بن محسن الفلاحي، يقدم صعايب على المركز الثالث. ناخذ المركز الخامس، وهي من تحمل الرقم 5، مصيحة لفهد بن محمد بن فهد بن عبد الله الخيارين. هذه النتيجة يا مشاهدي قناة الريان، من هنا ومن أنحاء دولي مجلس التعاون الخليجي، من يشاهدون هذا السباق ومن يتابعونه هنا على قناة الريان الفضائية المختصة بنقل سباقات الهجنة العربية الأصيلة وهذا الموروث الكبير. نعود إلى منحاف بدر بن سيف بن سالم الشبيبي، من ينطلق مع منحاف، من يندفع مع منحاف. هنا الأمال الأمال ترافق الشبيبي وهو يتأمل بالفوز
وجماهيره يتابعونه من هناك من سلطنة عمان لأن يؤشروا بالفرحة دائما مع هذا الشعار يا السلام يا السلام مؤشرات الخير، وكأن شعاره يبشر بالخير ويبشر أهالي السلطنة هناك بدر بن سيف بن سالم الشبيبي على مقدمة الشوط. لكن الفلاح قادم، الفلاح قادم مع صعايب، والعامري قادم مع مختارة، وأيضا الخيارين قادمين مع مصيحة، أهالي العوينة قادمين. يا سلام مصيحة وصيحات ومحبين وجماهير أهالي العوينة قادمين، فهد محمد وفهد عبد الله الخيارين. يا مشاهدين الأعزاء، وناخذ اللي تسللت بدورها صعايب، صعايب والصعايب مع الكيلومتر الأخير، الصعايب مع الكيلو الامتحان. هذه مقدمة الشوط، وهذه صعايب لناصر بن سعيد بن محسن الفلاحي. الله، المركز الثاني مصيحة مصيحة فهد بن محمد بن فهد بن عبد الله الخيارين. يا سلام، المركز الثالث هذه اللي وصلت، وهذه منحاف لبدر بن سيف بن سالم الشبيبي. 1500 متر يا جماهير الأعزاء، 1500 متر يا مضمرين، هناك هناك، وقلنا لكم هناك. وهذه أسماء اللي وصلت، وهذه هقوة لمبارك بن علي بن مبارك بن سالم بن فراج المري، هقوة ويتهقوى بالفوز بن فراج في هذا الصباح. شوفوا اللي من الجانب الآخر تسللت هناك، اللي هي مصيحة فهد بن محمد بن فهد الخيارين. يا سلام، 1200 يا مضمرين، 1200 الزعفران، الزعفران بانتظار الثلاث الفائزات، السيارة بانتظار الفائز بالمركز الأول، الكيلومتر الأخير. أحرك يا اللي بتحرك، وروح يا اللي بتروح مع الفوز. صعايب وصلت مع كيلو الصعايب، صعايب وصلت مع الصعبين، صعايب وصلت مع الموقف الصعب. ناصر بن محسن الفلاحي مسيطرا على الموقف، مسيطرا على هذا الأداء، مسيطرا على هذا الشوط إلى هذه اللحظات، ولكن مصيحة قادمة وتلبي صيحات ومحبينها في العوين. هناك فهد بن محمد بن فهد عبد الله الخيارين. يا دمعة الفوز، دمعة دمعة الفوز، دمعة الفرح، دمعة الفرح، دمعة الكتبي، قادمة في هذا الصباح إلى دبي، إلى دبي، محمد بن جعفر بن مرخان الكتبي إلى زعبي. الله يا وسام، الوسام الذهبي قادم. مبارك بن محمد بن سعيد بن حمرور العامري، 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 لكن بن جعفر يفوز. دمعه 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 ووسام، دمعه ووسام، دمعه بالفعل. هي دمعه الفوز، هي دمعه الفرح، هي دمعه البهجه، هي دمعه الناموس، هي دمعه زعبيل في صباح هذا اليوم. سلام يا زعبيل، سلام، سلام يا الاكتبي، سلام، سلام يا دبي، سلام. مشكور يا علي المدهوشي على هذا العناية الخاصة بدمعة، وهذه لحظة الفوز. المركز الثاني وصلت، في المركز الثاني وصلت وسام لمبارك بن محمد بن سعيد بن حمرور. المركز الثالث وصلت مصيحة لفهد بن محمد بن فهد الخيارين. وفي المركز الرابع وصلتنا صعايب لناصر بن سعيد بن محسن الفلاحي. وفي المركز الخامس وصلت منحاف لبدر بن سيف بن سالم الشبيبي. ناخذ التوقيت الزمني مع دمعة اللي فازت بهذا الشوط، 9 دقائق و27 ثانية بدون أي جزء من الثانية، بينما المركز الثاني من فاز بالمركز الثاني، وهذه هي وسام لمبارك بن محمد بن سعيد بن حمرور، 9 دقائق 27 ثانية 56 جزءا من الثانية، بينما المركز الثالث مصيحة لفهد بن محمد بن فهد الخيارين، توقيتها الزمني 9 دقائق. تسع دقائق 27 ثانية 94 جزء.